السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف على الدعاوي ديالكم الزوينين، شكرا لكم اللي عارفه ديك الدعاوي ديالكم طالعه من القلب، شكرا لكم بزاف. والله يخطيكم عليا. واللي اول مره غيزور القناه ديالي ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الخياطه ديال البيجامه اللي فصلت معاكم في نفس الوقت. وقبل ما نبدا البنات، حيت كتشوفوني واقفه ما جالساش في الماكينه، بغيت نجاوب واحد المتتبعه اللي سولتني، قالت لي واش هذيك الفصاله واش نديرها في التوب هذا، يعني واش نديرها في هذا المدمع، المبرا المدمع واش نديرها فيها. البنات هذه البنات راه اكثريه، انا مشيت الوقت اللي مشيت كنت قديت بديت كنبحث لكم على شنو كاين وداكشي، وكنسول على الناس اشنو بداو، يعني كنسول واش كيديروا واش كيفصلوها. انا عارفه ديك الفصاله وكنفصل بها، ولكن كنفصل بها شي حاجه ملونه بحال هذيك الموبرا بحال ما هكاك، ولا كانت واحد الموبرا كانت محفره حتى هي ما كانش كيبان فيها العيب، فيها الزقلي ومحفره كان ما كيبانش فيها. اما هذه البنات فانا كتجربتها في الموبرا مرايه، بان ليا كيبان لها اللون بزاف، يعني كيبان واحد الفرق ديال اللون بزاف، بحال كيبان هذا لون وهذا لون، فهمتوني؟ هذه البنات انتي سولتيني اختي على هذه الموبرا، هذه دابا راه حسبي دابا اللي بغى ما فيهاش اللون خاصو 3 متر، واللي بغى يعرف واش غادي اش من لون غدير لك كتشدي التوب كطوي على جوج بحال ما هكا، يعني على الطول ديالو. دابا هذه هي الحاشيه، هذه هي الحاشيه، يعني بحال غنطوي التوب على الطول ديالو بحال ما هكا، يعني ها هو التوب شنو على الطول ديالو. هنا هذه اللي لتحت بلاصه تقطع، وهنا على الطول ديالو الحاشيه. الوقت البنات ملي كنطوي بحال ما هكا كنجي لهاد الجهات بجوج وكنلويهم بحال غيتلاقاو، حيت تما عتعرفي راه التنكيس، يعني راه الجهه الظهر ملاصق التنكيس مع الدوفا. غديري اليوم بحال ما هكا بحال مخيطين، شتو البنات؟ هانتوما كنتو تشوفوا راه غتبان لكم ولا شويه اللون. غادي ديري التوب بحال ما هكاك وغادي تشوفي واش انتيا قابله على هذاك اللون اللي كاين هذا. بحال هذا راه فيه ماشي ما فيهش شي لون بزاف، راه غير شويه البنات، فهمتي؟ الا كنتي غتقابلي على هذاك اللون اللي كاين اللي عاطي غير شويه يعني غير شويه اللون اللي ماشي بحال فغديري ديك الفصاله اللي انا شاركت معكم، راه غتجي فيها، فهمتي؟ الا بان لك اللون بين الا درتي بان لك اللون ما عجبكش، يعني بان لك مفروش بزاف عاطي بين معيق بزاف انه مغموق هذا على هذا بزاف ومرتاحيتيش ليه، مني غديري ليه بحال ما هكا بحال لابسه انت بحال ما هكا وغطلي عليه تشوفيه، لا بان لك الا ما عجبكش فما غديريهاش، ما غديريش ديك الفصال. البنات نتمنى نكون وصلت لكم المعلومه باش تعرفوا كيفاش واش تقدروا تفصلوا الثوب اللي بغيتوه بهذه الطريقه ولا ما تفصلوش. ديروا لي بحال ما هكاك وشوفوا قبلتوا على هذاك اللون اللي غيعطيكم ففصلوه بهذيك الطريقه. البنات نبداو على بركه الله، نجيو الماكينه. انا شوفوا البنات راني فصلت البونج، يعني قلت لكم راه الموديل غادي يكون بالبونج، انا فصلت البونج يعني على حساب البونج على حساب الدوبلورات، يعني الدوبلور اللي درت ديال البواني هنا والدوبلور ديال اللي درت ديال الامام تنيتهم على جوج وفصلت عليهم بحال ما هكا كيفما شفتوا البنات. هانتما فصلت على الدوبلور ديال الامام وفصلت على الدوبلورات ديال الكميمات. نبداو على بركه الله. شنو غادي ندير؟ غناخذ هاد البونجا هي الاولى، هي اللي غتكون لتحت، وغندير عليها الضوبه بحال ما هكا بحال ما هكا بحال ما هكا، يعني مقاده الضوبه تكون مقاده ونخدم عليها نلصقهم مع بعضياتهم. هانتوما بحال ما هكا. دابا عاد نلصق البنات الدوبلور، والبونجا ديما هي اللي التحتانيه. دابا الدوبلور البنات غادي نقادو بحال ما هكا وغادي نبدا خدامه من التحت، غنقلب البياسه ديالي بحال ما هكا، غادي نقلبها غنبدا خدامه دابا على البونجا. علاش البنات؟ باش نمشي عاوتاني فوق هذا الخيط اللي انا خدمت عليه، فوق هذه الخياطه نفسها غنمشي عليها.
بحال هكا. دابا عاد غادي نشد الخشب غنشد البنات. دابا غادي نكراطي هاد الغلظ هذا كله نكراطي باش ما يجينيش الغلظ بزاف. غنكراطي عاد غادي نتكرانيو هاد القنت هذا حتى الخياطه وغادي نتكرانيو هاد الدوره هذه بحال هكا. هاد الدوره هذه حتى هي صافي وعاد كنقلبو. هانتوما البنات ملي قلبتو بحال ما هكايا شنو غادي نديرو دابا. هانتوما شفتو كيفاش جا، يعني كيفاش كانت مرسوم كيفاش درتو. تبقاو البنات دور معاه غير بشويه بشويه. دابا غنعاود الخياطه هنايا ونحاول نوفق ما بين هذا يكون في القنت. يعني هاد الخياطه هادي شوفوا دابا راه باين ليا من هنايا، يعني مغلب ليا هاد التحتاني. غنحاول ندوز الخياطه ونغلبو لتحت باش ما يبقاش طالع. بحال ما هكا البنات، هانتوما البنات انا درت عاود درت واحد الخياطه هنا ما فيلميتهاش حيت المهم دوزت هاد الخياطه البنات هنا. وغادي نعاود الثالثه ونوريكم الطريقه كيفاش غتخدموها. المهم غادي تراسيو الوسط بعدا ملي تديرو غطوه على جوج بحال ما هكا. تراسيو الوسط عيشي تراسي خفيفه البنات اللي ما غاديش تبان سميتو. اذا كان طباشير حسن. صافي البنات انا دابا هذه انا خدمت عين عيني ميزاني واحد جوج سنتيم تقريبا اللي بعيده على بعضياتها جوج سنتيم. يعني الفرق ديال هاد الخياطه هادي والخياطه اللي درت ديال جوج سنتيم. بالنسبه ليا انا تراسيت صافي مشيت عين عيني ميزاني وخدمتها. بالنسبه للمبتدئه غادي تمشي غدير تراسي بحال دابا هادي الخياطه تراسي جوج سنتيم وتراسيها بحال هكا تمي غدا وكتراسي جوج سنتيم دوري عليها جوج سنتيم جوج سنتيم نقيطه جوج سنتيم نقيطه جوج سنتيم نقيطه دوري معاها كامله جوج سنتيم نقيطه. هنا تتوصلي لهاد هنايا هنا كاين 3 سنتيم. يعني باش غادي تجيبي الفي ديالك 3 سنتيم من هاد الخياطه لهادي 3 سنتيم. بحال دابا هنا عاوتاني باش غتجيني انا 3 سنتيم خاصني ندير هنا 3 سنتيم تراسي هنا 3 سنتيم بحال ما هكا. هنا فين غتجيني الوسط صافي. انا دابا البنات انا غادي نخدم عين عيني ميزاني. نتوما الا خفتوا تراسيو 3 سنتيم دوروا بحال ما هكا دوروا على تراسي كامل على الدوره كامله وانت كتراسي قيطه 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 تدوري معاها في الاخر غتجيكم سهله. هناك انا درت دابا 3 الخياطات. غنزيد البنات غنزيد الدوره الرابعه. يعني ثلاثه بالنسبه هاد الدوره هذه اللي جات على عرض الصباط هي الاولى، هذه الثانيه، هذه الثالثه. غنزيد الدوره الرابعه وهذاك اختياركم. يعني كل واحد عجبكم الموديل راه الاختيار ديالكم شحال غديروا من دور. بحال هكا جا على هذا الشكل. انتم كيف شفتوا؟ انا الصراحه عجبني. انتم ما عرفتش. المهم دابا البنات هذا الشيء اللي زايد غادي نقطعه.
هاد الزيده كلها هذه اللي بقات لي هنايا نقطعها باش ما يبقاش. نشوف نقطع من التحت وعندك نضرب التوف اما نقطع من التحت باش نرد البال للضوفه ديالي انا. الكل ديالنا البنات هو كمل. دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ الدوفا، يعني ناخذ ماشي الدوفا، غادي ناخذ المونش، غادي ناخذ المونش، غادي ناخذ بنفس الطريقه البنات. غادي نخدمو، غادي نخدمو هو تحتاني بحال ما هكا. خدمت البونجا لتحت والمونش لفوق، عاد غنشد هذيك الدوبلور اللي فصلت. بناتي بالنسبه لي اول مره غتزور القناه وما شاهدتش الفيديو ديال الفصاله، راه غادي نخليه لكم، غنخليه لكم في اول تعليق، غادي نخلي لكم الفصاله ديالها. صافي دابا عاد كنلصق هاد الدوبلور بحال يعني وجع على الوجع ولصق. بنفس الطريقه باش خدمت الكون غنخدم هذا، غنعاود نتناه بحال ما هكا. ندوز الخياطه الاولى على عرض الصباط، نخرج القنيط لهاد نقادو الخياطات مع بعضياتهم باش ما تبقاش وحده مغلبه على الاخرى. ندوز الخياطه الاولى بحال ما هكا على عرض الصباط، هانتوما البنات غندير نفس اللي درت في الكول، غندوز عاوتاني غنزيد ثلاثه الاسطر، جوج سنتيم جوج سنتيم ديال الفرق. صافا البنات هانتوما خدمت لي مونش بجوج، دابا غادي نلاقي البياسه، غادي نلاقي البياسه كامله ونتلاقاو في الشكل النهائي. بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يلاقوا البياسه، كانوا جوج واقيلا جوج طلبوا مني بانني ندير فيديو ديال كيفاش تلاقي ديال البياسه. ان شاء الله نقدر نديرو من وراء هذا الفيديو، غندير لكم ملاقيه، يعني فيديو في عرض كيفاش تلاقي البياسه باش ما يجيش البنات الفيديو طويل بزاف فيه كيفاش الخياطه وهذاك الشيء، غيجي طويل بزاف كيجي ممل شويه. واخا هما اصلا الفيديوهات ديالي كيجيو طوال، ولكن سمحوا لي كنحاول نشرح باش نوصل المعلومه كما هي. البنات صافي نتلاقاو. البنات ها هو الشك النهائي، كنتمنى من الله يعجبكم البنات. هانتوما شنو درت؟ زدت هاد لي زيستراس هادو زدتهم، هانتوما راه كي هاد لي زيستراس راه كيبريو البنات، راه اللي كيخدم بهم راه غيعرفهم كيفاش دايرين، غير في التصوير راه ما كيبانش مزيان. هانتوما البنات شوفوا في الكميمات عاوتاني كيفاش جات، شو درت هنا ثلاثة، درت وحدة في الوسط هنا، يعني وهنا وهنا في الوسط هنا، ومقادة معاها الأخرى هنا بحال ما هكا. هانتوما البنات الكل هانتوما كيفاش جا، حيت انا عريضه عليا البنات، واخا بغيت واخا غنبغي نلبسها عريضه عليا، والصراحه جاني البرد، راه كاين البرد البنات. انا دابا راه لابسه بينوار ولابسه الحوايج عرام لتحت البينوار، اما كنت بغيت نلبسها باش يبان الكول مزيان، حيت واخا هكاك في المانكير ما كيبانش الكول مزيان كيفاش مخدوم. المهم البنات كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره غادي يزور القناه ديالي كنتمنى ما يبخلش عليا بالاشتراك ديالو والتعاليق ديالكم الزوينين ودعاوي.
انتما شوفوا البنات، رجعت جيت هنايا باش نوريكم لتحت، يعني شوفوا شحال ديال العرض لتحت، يعني راه عريضه. هاد البيجامه تلبست الدوبل اكس ال البنات، هاد البيجامه يعني بجوج وربع فصلتها. ها انتما كيف ما شفتوا، يعني ديك الفصاله اللي وريتكم. بالنسبه لي اول مره غيزور بالنسبه لي اول مره غادي يزور ما غاديش يشوف الفصاله، راه غنخلي لكم التعليق لتحت، التعليق لتحت فيه الرابط ديال الفصاله. ها انتما البنات شو مع هي فيها اللون، ما بانش فيه اللون، ما بانش فيه انه مغير اللون في الجنب هذا. شيها وبجوج وربع ديال الثوب رانا فصلت فيها، راه تبارك الله راه هنا كيف ما شفتوا راه جات فيها متر لتحت ديال العرض. وهذه راه تلبس حتى الدوبل اكس ال. البنات بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله مع شكل اخر، فيديو اخر ان شاء الله.